نحمد الله وكنشكرو في هذه الساعه المباركه من بعد الاتصال ديال سيدنا. بردات الخاطر ديالي، المعنويات ديالي ارتفعت، وكنشكرو بزاف بزاف بزاف، وكنطلب الله يعطيه الصحيحه ديالو ويشافيه، لانه من النهار اللي سمع هذا الخبر ديال ولدي كاع الناس وقاموا معنا بالواجب وداروا اللي في جهده، من الطاقم الطبي كلهم خدموا معنا بمعنى الكلمه الى حد الساعه. وكنشكر جلالة الملك اللي من بعد الاتصال ديالو اللي قال لي فيه انا ولدك البارح في العشيه اتصل بي وقال لي انا ولدك راه تحت الرعايه ديالي هو شخصيا، وطمني على ولدي. قال لي من اول حاجه حتى الطبيب النفساني، وكنطلب ليه الله يشافيه، الله يعطيه صحيحته، الله يجازيه بخير، الله يرحم لي الوالدين. هادشي ماشي سهل علينا، هادشي ما لقيناش شي حاجه باش نشكروا، يعني الشكر، كلمه الشكر قليله في حق سيدنا. الله ينصر والله ينصر الاسره العلويه كامله. كنشكر الطاقم الطبي اللي صار على العنايه ديال ولدي، الطاقم الطبي كامل بصفه عامه والمدير المستشفى، وكنشكر رجال الامن تما اللي سهروا على هذا الشيء، وكنشكر سيدنا على الهيبه. كنشكرو بزاف بزاف بزاف، والله يعطيه صحيحته، الله يعطيه صحته. ماشي علينا حنا مواطنين عاديين، وهذا راه شيء لا يتخيل، ان راه سيدنا نظر لينا حنا الناس مواطنين عاديين وشاف فينا، الله يشوف فيه ويشوف لي صحيحته وله لي ضرو في صحيحته. كنتمنى وعاز سيدنا الله يخلي لينا سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله يجازيه بخير، الله يجازيه بخير، الله يجازيه بخير، الله يحفظ جميع المسلمين، الله يجازيه بخير، الله يجازيه بخير. عمركم ما غادي تخافوا مادام باقي معانا مليكنا. عاش محمد السادس، ما حد باقي محمد السادس هنا معانا في المغرب. الله يخلي لي صحيحته، عمرنا ما غادي نخافوا.